معكم بولونجري باتيسري الداودي اللي كتواجد بمدينة وجدة عروس مدينة الشرق. مرحبا بكم. بالمناسبة انت حد الزيارة ديال القناة هي كانت ان كانوا دي غاطو تحطوا جداد بالمناسبة لا كوب دي مون تاع 2022 قطر. بالمناسبة انه كانوا دي غاطو درنا واحد لا كرياسيون مع الشاف، كانوا دي زيدي مختلفين، وكنا احنا السباقين الحمد لله بارابور بالنسبة للمغرب تقريبا كامل. كانوا هاد لي غاطو اللي حطيناهم ديال ليكيب ناسيونال مع التشجيعات ديالنا ليهم بكل روح وطنية، ومع اننا مغاربة وكنفتخروا احنا مغاربة، والمغاربة معروفين بلا كرياسيون ديما الجديد، ديما كنشجعوهم سواء كنا تما سواء من هنايا. وكان هذا الابداع ديالنا الحمد لله لقى واحد الصدى كبير في المغرب حاليا، وحتى على برا الناس صيفطوا لنا بعض الرسائل اللي شكرونا المجهودات وعلى هذا الشيء هذا اللي درناه. الحمد لله احنا هادشي كامل كنديرو بالنسبه غير للزبائن كاملين ديالنا، كيجيو يلقاو راحتهم، يلقاو شنو باغيين، وحنا ديما مع المواكبه نتاع ديما مع المواكبه ديال الاجواء، سواء العيد سواء مناسبه راس السنه ان شاء الله راه قريبه على الابواب. ونتمنى ان شاء الله المنتخب الوطني ان شاء الله يفوز علاش لا ان شاء الله بلا كوب دي مون، وان شاء الله المهم حنا معاه. المهم الحمد لله الدور الثاني فاتو وما يكون غير خير ان شاء الله. بيان سور كاين واحد الاقبال كبير الحمد لله في هاد لا كرياسيون ديال ليكيب ناسيونال اللي درناها نتاع لي غاطو. الحمد لله النهار الاول نهار الزواج يعني كانوا واحد المبيعات اللي هي تبارك الله كبيره، وكانوا بعد يعني بواحد لي كوموند كانوا حتى هما، وباقي حاليا باقي عندنا الناس كيسولنا واش كاينين، وديما الحمد لله الخير موجود. وحنا مع المنتخب يعني ما حد لا كوب دي مون ان شاء الله، وحنايا يعني في الابداع معاهم، هما كيبدعوا وحنا كنبدعوا ان شاء الله. بقينا كنشوفوا ليكيب ناسيونال يعني الناس خرجوا دي توني، الناس خرجوا كلها شنو خرج يعني سيرتو في قطر. حنايا بقينا كنفكروا شنو غادي نديروا حنا والشاف والاداره التقنيه كامله الحمد لله، يعني فكرنا ان نديروا واحد لي غاطو واحد الرمز بالنسبه لليكيب ناسيونال تاعنا ونشجعوهم يعني من بعيد. الحمد لله المرة الأولى هذه اللي ندارت بحال هاد لا كرياسيون، ولقات واحد الصدى كبير الحمد لله، وشي حاجة زوينة. بيان سير راه كاين غدا إن شاء الله، غدا كاين إن شاء الله واحد لاكام جديدة عاوتاني غتحط في لي طارت الكبار وفي لي كاطو الصغار، وحتى في لي كاطو الصغار حتى هما كلشي غادي في نطاق نتاع تشجيع المنتخب. بيان سير كاين اللي كيقول لك عطيني زوج زياش، واحد يقول عطيني حكيمي، يعني كل الانتماء نتاعو بخاطرو في كيمشي، وكيلقى صدى كبير هذا الشيء سيرتو في الدراري الصغار، هما اللي ما عمرو شافوا يعني هاد لا كرياسيون عجبتهم بزاف الفكره، يعني كيجيو لي بارون تاعهم والديهم كياخذوا لهم هاد لي كاطو هادو. كان رساله للمنتخب الوطني تبارك الله عليهم بدعوا، وحنا كنبدعوا معاهم، المغاربه ديما كيبدعوا الحمد لله. ديما تألق وحنا معاهم ونساندوهم ويساندونا والحمد لله. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.